العديد من الوجبات الخفيفة التي نتناولها هي أطعمة مصنعة مليئة بالإضافات كالدهون الغير مشبعة والصوديوم الزائد، وتكون عادة عالية بالسكر والكثير من العناصر الضارة. اليوم سنتكلم عن بعض الاقتراحات حول كيفية جعل وجباتنا الخفيفة أكثر أمان وصحة. غالباً ما يحتوي على التوابل والمنكهات الاصطناعية والدهون الغير مشبعة والزبدة وكميات عالية من الصوديوم. الحل؟ اصنع بوشاري مايكروويف بنفسك. ضع نصف كوب من حبات البوشار في كيس من الورق البني، ثم قم بثني أعلى الكيس عدة مرات للحفاظ على الحبات من أن تتفرقع للخارج. ضعه في المايكروويف لمدة 2 أو 3 دقائق. السوربت غالباً ما يكون عالي بالسكر والكربوهيدرات والسعرات الحرارية. الحل؟ افرم الفواكه الطازجة الموسمية مثل البطيخ والمشمش والموز إلى قطع صغيرة، وضعها على سيخ الخشب ثم بالثلاجة حتى تصبح الحلويات مجمدة. جرب قطع الشمام المجمدة لأنها تزودك بالترطيب اللي بيحتاجه الجسم، وبتوفر فيتامين سي والألياف والمواد المضادة للأكسدة، وطعمها مثل طعم الآيس كريم. عادة يكون لبن الفواكه الجاهز عالي بالسكر وعالي بالفركتوز والمحليات الأخرى. الحل؟ اصنعه بنفسك. أضف الفاكهة الطازجة أو المجمدة إلى لبن قليل الدسم أو خالي من الدهون. ممكن إضافة العسل إذا كنت ترغب، أو رش بذور عباد الشمس وبذور اليقطين، كلها خيارات صحية ومفيدة. إن رقائق البطاطا عالية في الدهون الغير مشبعة والملح، وقيمتها الغذائية ضئيلة. عندما تشتاق لتناول رقائق البطاطا، استبدلها بحبوب الحمص المحمصة، فحبوب الحمص عالية جداً بالبروتين والألياف، وترضي لدينا الإحساس القرمشة عندما تتحمص بهذا الشكل. ضع حبوب الحمص في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريباً. أضف القليل من زيت الزيتون والأعشاب المجففة لنكهة. الكثير منها يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والفركتوز والسكريات الأخرى. الحل هو أن تصنع ألواح الطاقة بنفسك. اخلط كوب من الشوفان وربع كوب من الزبيب ونص كوب من زبدة الفول السوداني وثلاث ملاعق كبيرة عسل وملعقة صغيرة من الفانيلا، ثم ضع الخليط في وعاء في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم تمتع بتناول الألواح الصحية. يحتوي هذا اللوح على 5 مكونات: البروتين والألياف ومضادات الأكسدة للمساعدة في الحفاظ على طاقتك لساعات. الشوكولاتة غالباً ما تكون عالية بالدهون والسكر، فيفضل أن تقوم بصنع الشوكولاتة الصحية بالبيت. اخلط الكاكاو وزيت جوز الهند والملح والعسل والفانيلا، وضعيها على النار ثم اتركيها لتبرد، وتمتعي بتناول بديل صحي من الشوكولاتة.